سلام الله عليكم. هذا راي مشدود في الحبس. علاش مشدود؟ الله أعلم. أنا عرفت شو تدخل الحبس. المهم ما علينا، راي ديما كيتربس، مش عارفوش اش باغي يدير. صايب كويرات ديال بابي جينيك بالكولا وكمشهم وخباهم، شد واحد الكرتونة كيخوفش فيها تشوفو تقول مسكين غملاهي الوقت باش يدوز الحبس. واحد النهار تفرقعات واحد طوموبيل قريب من الحبس وهي تنوض البلبالة، كل شي ترول. البوليسي مشي يتأكد من الحباسة، ملقاش راي في بلاصتو، لقاه دار أديب بالآداب. خونا وصال عند صحابو ضارب حطة ديال البومبية، وصلوا لواحد ستاسيون لاحوه، مشى كيعيط في التليفون، وقفوا عليه الدرب ديال البوليس وهو والا على باله. غادي تقول لي كيفاش خونا راي طلع كينتامي لواحد الشركة ديال السيكوريتي خاصة بالحباس، ودخل لهذاك الحبس بأمر من مصلحة السجون الفيدرالي باش يتأكد من الأمن ديال الحبس واش يقدر زعما يهرب منه شي واحد. ومن بعد ما هرب مشى هو واحد من صحابه محامي باش يشرحوا للمدير ديال الحبس كيفاش هرب، وبدا كيعاود لي قال لي اي عمليه هروب كتحتاج لثلاثه الحوايج، وهما تعرف التصميم ديال السجن وتجري مع الروتين ديال الموظفين وشي واحد يعاونك من الداخل ولا من برا. وبدا كيشرح ليه في التغارات، قال لي بلي الحبس ديالكم محصن والدوله خسرات عليه زباله ديال الفلوس، ولكن المشكله هو انه فوق واحد المقر ديال البومبيه كاع ما مامن، والحراس كيغفلوا عليا مده ديال 7 دقائق في النهار. المدير قال لي ولكن كيفاش خرجتي من الزنزانه اللي كتحل غير بالكوب؟ هو يقول لي عندكم واحد شوكليت ميلك تشيك بنين كيدوي على الكرتونه ديال الحليب بالشوكولات اللي شفتو في الاول، قلع منها السلوفان ولصقو فوق البطونات ديال الباب. ومن بعد ما البوليسي دخل الكود عاود هزها راي، بغى يسد البوليسي الباب، دار ليه الكويرات ديال بابي جينيك في بلاصه الساقطه باش ما تسدش. مورا فاش مشى البوليسي خرج راي ومشى لبلاصه الكاميرات ورجع الكاميرا ديال الزنزانه ديالو باش يبقى يبان لهم، ومشى طير الشبكه ديال التهويه ونزل منها للمقر ديال البومبيه اللي تحت الحبس. عشيرته برا شعلات العافيه في الطوموبيل باش البومبيه يتحركوا، وفي هذه اللحظه هو مخشي تحت الطوموبيل ديال البومبيه. وبهذه الطريقه كان خونا حرام طالق. خونا المدير بقى حال فمه، بيضق لهم حبس على قدو في 7 دقائق. سالات المهمه ومشى راه يكمل حياته عادي. واحد النهار جا للشركه بحال كاع الايام هو يلقى واحد خيتي كتسناه، جيسيكا ماير، جايه من طرف وكاله الاستخبار المركزيه، وعرضات عليه واحد البريكول اخر باش يهرب من واحد الحبس مواليه باغين يجربوه. وهذا الحبس تابع لشي جهات خاص هما اللي كيمولوه، يعني ماشي تابع للدوله بحال الا قلتي حبس نوار. مواليه كيبغيو يتهناو من شي واحد كيصيفطوه لي. الهاكر ديال الفرقه قال لها بلي هذا الشيء ما مامنش، ولكن المحامي قال لي على حسابي، وتاخذنا عرضات الفكره، ولكن المحامي متشبت. والمشكل الكبير هو ان الحبس ما معروفش فين، وهذا الشيء غادي يصعب عمليه التواصل بينه. ورغم ذلك خونا قبل العرض. الغد ليه في الصباح كيوجدوا في المسائل، عطاو الهويه المزوره اللي غادي يخدم بها وشي معلومات على الشخصيه اللي غادي يمثل، وضربوا ليه جي بي اس في دراعه باش يبقاو مراقبينه. جربوه خدام، خرج مشى واقف كيتسنى، وقفات عليه طوموبيل كحله ضربوه بالكتروشوك، طلعوه حيدوا ليه جي بي اس من دراعه هرسوها. صحابو ما فهموا والو، دقوا ليه برا غيبوه، فاق لقى راسو في حبس ماشي بحال كاع الحباس اللي عرف. حبس كله جاهز، كل شيء كيشوف في كل شيء، وكله كاميرات متطوره ومجهز باحدث الاجهزه الامنيه. وغتنويها دبرتي عليها، وفيه مدير ما كيرحمش، والبوليس وجههم ما كيبانش. هذا الحبس مبني حسب التغارات اللي لقى راي في الحباس اللي دوز، حيت هو اصلا مخرج كتاب بسميته على التغارات السجنيه، والمدير اللي ذكرت استعان بالكتاب ديال راي باش يبني الحبس، وما عارفش باللي هذا هو راي مول الكتاب، حيت داخل بسميه مزوره اللي هي بورتس، يعني خونا في ورطه. وصحابو عياو ما يحاولوا يعرفوا البلاصه والو. رايف اول نهار ليه بغاو يتعداو عليه واحد الطبقه، يلا طلق الاول، وقف واحد خونا باينه في حاكم لافير، قال لهم بعدوا منه، سميتو روتش ماير، بغى يتعاشر مع راي، ولكن راي ما تاقش فيه ودوى معاه خيب باش يبعد منه. وهذا روتش ماير كان حارس خاص ديال واحد خونا سميتو مانهايم، وشادينو هنا غير باش يوصلوا لهاد مانهايم. راي كل نهار كيهندس بعينه في لي ديتاي ديال الحبس باش يقدر يلقى شي طريق. وقف عليه عاوتاني روتش ماير، قال لي مالك ساي، قال لي بغيت منك خدمه، توصلني للحبس الانفرادي. خونا قال لي الانفرادي خايب هنا، قال لي ماشي سوقك انا باغي نمشي ليه. هو يطلق ليه كروشي، شبكات بيناتهم، داروا ليهم قراره تخابطوا مزيان، جاوا مالي الوقت باش يديوهم للانفرادي عقوبه على الفوضى. وبهالطريقه غادي يكون حقق ليه الطلب اللي طلب منه، يعني ما تضاربش معاه بصح، ضربوا غير باش يوصلوا للحبس الانفرادي، حيت هي البلاصه الوحيده اللي يقدر يهرب منها مع الحبس كله جاج. وصحابه برا شاكين في المحامي باللي داير ايد مع موالين الفعله. جابوا لي الطبيب بعد العقوبه، والطبيب ظريف، خلق معاه علاقه زوينه. واحد النهار روتش ماير كثر الاسئله على راي، راي هو يقول لي بغيتي نجاوبك حضر لي طريف ديال الحديد ندور، ولا حضرتي نخرجك من هنا. في البلاصه روتش ماير طلب يشوف المدير ديال الحبس، دخل عنده بالعاني، بدا كيستفز فيه بالهضره باش يقدر يدبر على شي حديده من تما، وهي تبان ليه قرقاره حشاكم، هز لها الغطه. قضى لافير، جاب ليه الحديده وقال لي يلا قول لي انت دابا كيفاش بلانك، قال لي الحقيقه.
قال لي باللي انا الخدمه ديالي كنهرب من الحباس طن طن طن، وقال لي باللي راه داروا معايا باش نجرب ليهم هذا الحبس، ولكن في الحقيقه هما بغاو يدفنوني في هذا القنت يعني حسيفه. روتماير قال لي دابا كيفاش نقدروا نهربوا؟ راي قال لي خاصنا نرجعوا للحبس الانفرادي، حيت تما حسيت بالارض ديالو لتحت خاويه، يعني كاينه طريق. قال لي وكيفاش غادي تقلع المسامر؟ قال لي اللي بنى هادشي كان عليه يدير مسامر ديال الالومنيوم، هو دار مسامر ديال الحديد، والحديد كيصدي مع الرطوبه، وغادي نشد الحديده اللي عطيتيني وغادي نعمرها بسينيال وغادي نعكس بها الضوء ونركز في المسمار، وبهالطريقه الحفره ديال المسمار غادي توسع وديك الساعه غادي يسهل عليا نطير. ويقول لي شنو المطلوب مني دابا؟ قال لي خاصك تلاهيهم ليا من 3 دقائق حتى ل5. روتماير ما عطلوش، ناض ضارب مع واحد المسلم عاوتاني بالعاني باش يمشيو للانفرادي يقضيو الغرض. شبكات عاوتاني جاب العاني باش يحامي منه، جاو مالي الوقت هزوهم 3 للانفراد، وبدا راه كيدير في داكشي اللي موجد ليه، كيعكس الاشعه وكيركز على المسامر تطارو كامل. شويه عطى الاشاره لروتماير باش يبدا يلهي فيهم، زوماو عليه الكاميرا وراي هو يدرك الكاميرا ديالو، وخرج من الحفره كيقلب على الطريق، كاع الاتجاهات لقاهم مسدودين الا الفوق، هو يبدا طالع، وخونا كيمثل عليهم الداخل، وراي مازال طالع في الطريق، مسخوط فرقع جعبه ديال الماء، ترونات فاتها وصل القمه. تخيلوا معاه، الحبس في باطو كبير وسط البحر، يعني تهرب وخاصك عاوتاني تهرب، تم راجع في حاله وما عندوش الوقت بزاف، وهو هابط طاح من الفوق، وخونا باقي كيساهي في الموديل، والمبدا كيدخل عليهم حتى للداخل. وخونا باقي حاصل فيهم، جاو الحراس باش يخرجوهم وهو باقي ما رجعش للبلاصه. قبل ما يوصلوا عنده الحراس للغرفه وصل هو، رد المسامر لبلاصتهم، حلوا عليه الباب، خرجوه بحال حتى حاجه ما وقعات، وبهذه الطريقه قدر يلقى الطريق. ولكن المشكله ما عرفش هما فين بالضبط، والشاك اللي كانوا عطاوه خلصه باش يهرب زعما تجمد، وهنا تيقنوا باللي القضيه فيها ان، وخونا المحامي كيحاول يقنعهم باللي الامور طيبه. خوضنا في الحبس جاو كيقلبوا على المشكل اللي وقع، المدير هو يلقى المسمار طير، وفي هذه اللحظه المحامي عيط للمدير وقال لي الحقيقه ديال بورتس باللي راه هو راي وشي ناس مخلصين عليه فلوس باش ما يخرجش من تما، وهنا غادي نتاكدوا 100% باللي القضيه ماشي بريكول، وانما المحامي متفق مع شي وحدين باش راي يتدفن تما ويغبر. المدير فرح من اللي عرف هذا الخبر، والقضيه صعابت على راي حيت غادي يدير معاه بالو مزيان، ولا كل صباح كيجي ويعطيو قتله ديال العصا باش يفشل وينسى شي حاجه سميتها الهروب. وروتماير كيشجعو باش يصبر ويكمل في الخطه، واتفق معاه باش يكملوا الخطه ويخرجوا وينتقموا من مول الفعله. والهاكر وختنا بقاو كيقلبوا تطاحوا على الديزاين ديال الحبس، سميتو المقبره، يعني اللي تخليه ما بقيتيش تشوفه. ولكن المشكله ما كاين حتى شي معلومه على فين كاين هو. راي وروتماير في الحبس مكملين الخطه، ومع الحراس وجوههم مغطين علموهم باشكالهم، واحد سماوه بطه وواحد دجاجه وواحد لويزه حيت كيشبه لواحد صاحبته كانت سميتها لويزه، وغاده. وبقاو حاضرين كل واحد كيفاش كيتمشى وشحال من خطوه، وحاولوا يجمعوا معلومات. ومن بعد ما جمعوا شويه المعلومات بقى خاصهم يعرفوا فين هما في الكره الارضيه باش يقدروا ينسقوا مع اللي غيعاونوهم من برا، واتفقوا باش يسولوا الطبيب يقول لهم فين بلاصه هما. روتماير جبد واحد الحاده ضربوا بها باش يديو للطبيب، دخل عنده عيا ما يطلمس فيه باش يقول ليه، ولكن الطبيب والو ما بغاش، هو يخدم الخطه الثانيه. طاح بالعاني من فوق الباياس باش يشفر ليه واحد الورقه، ونيت داكشي اللي وقع، هز الورقه خرجوه ووصى روتماير باش يجيب ليه السيلو ونضادر باش يصوب بوصاله، باش على الاقل يعرفوا غير الاتجاهات، وهاد الطريقه غادي تعاونوا باش يعرف هما فين. خوتنا في الاداره شافوهم كيهضروا بطريقه غريبه بقاو حاضين شويه، المدير قال لهم جيبوه، جاب الله البوصله بقاش عند روتماير، وهنا غادي يعترف ليه باللي راه عارف وهو راي، وباللي ما غاديش يخليه يخرج من هذا الحبس وفرض عليه عقوبات، وقال ليه ما غاديش نخليكش تبقى تعمر مع روتماير. خونا راي هو يطمع، قال لي انا قادر نوصلك لفيكتور مانهاير اللي ذكرت في الاول، اللي روتماير الحارس ديالو، بحكم ان روتماير كيتيق فيه يعني غادي يولي يجيب ليه خبيره، حيت هذا المدير سنانو اللوبيا على هذا مانهاي. المدير وافق وقال لي باش يجيب ليه الخبيره ديالو وديال العصابه كامله ويخليه يخرج من هنا. وراي في الحقيقه غطلق علي باش ما يعطيش العقوبات اللي قال ليه باش يكمل الخطه مع روتماير، وعاود روتماير اشطاري وصا يعرض على جافيد الحباس المسلم اللي تضارب معاه قبل باش يتعاون معاهم ويخرجوه معاهم حتى هو اصلا مع عدوهم ما غاديش يشكوا فيه، وقال ليه باش يعطيه البوصله اللي صايبو يجربها. كيفاش غادي يجربها؟ من بعد ما اتفقوا جافيد طلع عند المدير وقال ليه باللي خوتنا باغين يهربوا، ولكن ما عرفتش كيفاش وامتى، وقال ليه الا بغيتي نبقى نجيب لك خبيره ديالهم عندي طالب. قال ليه امر، خونا هو يطلق عليه الايمان، قال ليه باللي باغي نسخه من القران وباغي نذكر الله في الهواء الطلق باش يشوفني كنعبدو، باغي تخشع زعما.
طلعوه يصلي في السطح ديال الباطو، وهو في الحقيقة طلع غير باش يجرب البوصال ويقيد الإحداثيات ديال البلاصة، والبوليس يجاري معاه من الفوق وهو خدام غاب تخبي. قضى الغارات جاب ليهم الورقة راي مع الخبرة ديالو ومع الاتجاه ديال الماء في الطواليت والتاريخ ديال شي حوت جابوه للحبس والجو اللي حس به فاش خرج المرة الأولى. المهم خلط ماتش مع فيزيت مع اجتماعيات القراسو غادي يخرج في الساحل المغربي. وضرب لي على زهر عنده روتماير قال لي كنعرف واحد صاحبي في كازا ما يفوتناش، ولكن كيفاش غادي نتواصلوا معاه؟ الوحيد اللي يقدر يقضي هاد الغرض هو الطبيب. مشى عنده باش يقدر يقنعه وقال ليه سير للبيلو ديال المدير غادي تلقى كتاب سميتو كذا كذا في الصفحه 88 غادي تلقى كذا كذا، نعت ليه شي معلومه باش يخليه يتاكد ويثق. الطبيب مشى شاف الكتاب لقى داكشي اللي قال ليه، عاود عيط عليه وقال ليه بصح لقيت داكشي باش عرفتي، هو يقول لي انا هو راي مول الكتاب. الطبيب تصدم وافق باش يعاونه ويصيفط واحد الميل. واحد الليلة راي داير راسو كيهرس في الحديد حيت عارف المدير غادي يكون حاضي، وبهالطريقة الطبيب دخل البيرو ديال المدير باش يصيفط الرسالة لخوتنا اللي غادي تلقاو ليه. جافيد بالعاني جبد صداع في واحد الجناح باش الحراس كاملين يمشيو ليه. ترونات عاوتاني شي كيضرب في شي خلاوها شابكة، والحراس ملاهين مع المضاربة طلعوهم من واحد الباب باش يطلعوا الفوق ديال الباطو، حيت خوتنا اللي صيفط ليهم الطبيب الميل غادي يكونوا الفوق بالهليكوبتر وعندهم 11 دقيقة باش يوصلوا للفوق. بدا بالكاميرا يلو لغطاها، ولكن المدير تاهو وحديدة مصدية ضرب عليهم، يعني دابا الهروب غادي يولي صحة ماشي خطة، حيت المدير سد جميع المنافذ بواحد السيستيم والوقت كيضيع، وأصلا هما مراقبينهم من الإدارة وخوتنا اللي دايرين معاهم وصلوا وهما باقين حاصلين لداخل. قلبوها قرطاس بيناتهم، جافيت جات فيه قرطاسة هزوه هربوا ودخلوا لواحد البيت وسدوا عليهم. وجافيت نزف بزاف، راه كيدور في عينيه بانت ليه لاباراي باش مراقبينهم ويهرسها وهم يتوضروا لهم في السيستم. المدير بدا كيهضر في المايك وكيهددهم باش يسلموا الرؤوس، كيسحبهم فيهم مرض القلب غادي يخافوا. الساعه خوتنا معيطين على الله، لقاو خطه اخرى غادي يطفيو الضواو كاملين وعندهم 5 ثواني اللي غادي يتحل فيها الباب بين مخدم المولد الكهربائي الاحتياط. وعطى جافيد فردي باش يتحارب مع الاخرين حيت ما يقدرش يهرب بهذا الحال. وخوتنا الفوق وصلوا كيتسناو فيهم، وجافيد محارب بوحده مع الحراس بجوج فرادة واحد اللحظة قتلو. خوتنا مازال مقاتلين معاهم كل شاد قنت. راي وصل لبلاصة الضو طيح المكانة، روت ماير استغل 5 ثواني خرج للسطح مشى كيجري للهليكوبتر والقرطاس في السماء نايضة فري فاير، بنادم كيطيح دبانة وراي باقي حاصل الوسط، والمدير كيقلب عليه وهو مخبي قاطع الحس. وخوتنا الفوق ما كاين غير شارجي وعاود عمر، وراي مخبي في واحد السريج عاقبي المدير بدا كيعمر عليه في الماء باش يخنقه. الماء كيعمر وراي صابر تخنق ومازال حابس النفس وصابر واحد اللحظه عمر كامل، ومع الضغط تفرقع وينزل داك الماء للبحر ونزل معاه تاري. المدير عرف اش وقع مشى كيجري، وروت ماير شاف راي من الهليكوبتر قرب لعندو باش يعتقو. المدير وصل للسطح كيدور في عينيه بانوا لي خوتنا بداو مضاربين معاهم، قرطاسه فيا قرطاسه فيك، راي بانوا لي واحد البرامل ديال البترول تيرا فيهم وهي تشعل العافيه في الحبس كامل. خرجوا للشط وقفات عليهم الطوموبيل، نزلات منها خيتي اللي عرضات عليه البريكو للمره الاولى وسلمات على روت ماير وقالت ليه بابا. راي تصدم ما فهم والو، وهنا عرف باللي روت ماير هو مانهاير، غير كان خدام بهاد السميه باش ما يعرفوش، وراي دخلوه للحبس غير باش يهربوا معاه. وملي تلاقى مع اصحابو شرحوا ليه البلان باللي المحامي هو مراه هادشي كامل مقابل واحد الوظيفه مليحه بصالير مقمح. خونا خارج من الوظيفه المليحه خاسر على راسو الصالير المقمح، طلع لطوموبيلته اللي شاري بالصالير المقمح اللي كيشد في الوظيفه المليحه، مع طلع مع دارو لي ساروت النعاس مع ضربوه هو طوموبيلته في واحد الكونتونير وسدوا عليه وصيفطوه مع السلعه لشي قنت، ومشات ليه الخدمه المليحه والصالير المقمح. ومشات معاه القصة ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناة على اليوتيوب ومتابعة الصفحات على الفيسبوك والإنستغرام، وكيف العادة إلى عجبك البلان علاش لا شي جيم وكومنتار. نشوفو.